يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحلف بآيات الله؟ الآيات القرآنية لا بأس، لأنها من صفات الله، لأن الآيات القرآنية من كلام الله، وكلام الصفة من صفاته جل وعلا، ويجوز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل. أما الآيات الكونية مثل الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض فلا يجوز الحلف بها لأنها مخلوقة. نعم. والآيات القرآنية غير مخلوقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا كان يجوز الاستعاذة بكلمات الله جاز الحلف بها، كلمات الله هي كلامه سبحانه وتعالى. نعم.